المنتخب الجزائري العسكري على موعد مع التتويج بكأس العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود حجازي. طبعا وزي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ اي فيديو ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصل المنتخب الوطني العسكري الجزائري لكرة القدم عروض القوية في بطولة كأس العالم العسكرية اللي بتقام في الصين، وطبعا اتأهل عن جدارة واستحقاق المنتخب الوطني الجزائري العسكري لمباراة نصف النهائي بعدما فاز على ايرلندا 3-0. فاضل على الحلو خطوة، فاضل على الحلو خطوة والله، ويبدو ان المنتخب الجزائري سيكون بطل العالم من جديد بعد الاداء الممتاز والاداء الرائع اللي بيقدمه في البطولة، واللي باين ان هو افضل من كل المنتخبات اللي بتشارك في البطولة. وطبعا منتخبنا الجزائري هيلاعب منتخب البحرين في مباراة نصف النهائي يوم 25 اكتوبر. كل التوفيق لمنتخب الجزائر وكل التوفيق لجميع منتخباتنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير. سلام.